السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على تقرير، يعني وين كشف تقرير انجليزي، يعني وين سبع مدن مغربيه مرشحه لاحتضان كاس العالم 2030. ناس راحت، ناس سقرت 2030، الناس كملت مع 2025 في الصيف، صافي كملوا معها سي بو. شحال كاين من واحد غادي يبورتي توبا كاع يا صافي سي بو، غادي نروح للهنا دروك هاك. وزيد جائزة التميز اللي داها الملك، وزيد تصريحات تاع يجب كل الاتحادات الإفريقية وقوف وراء ملف المغرب لتنظيم كأس العالم. نقطة ولي السطر، نقطة وارجع للسطر. هذه وين كشف التقرير الإنجليزي عن الملاعب المغربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 في ملف المشترك بين المغرب إسبانيا والبرتغال. وحسب التقارير وين نشره موقع ستاديوم دي بي العالمي، فإن سبع مدن مغربية ستحتضن مونديال 2030، ويتعلق الأمر بدار البيضاء، فاس، الرباط، وجدة، طنجة، مراكش وأكادير. وهذه كنقولوها كيما هكا. وزيد في هذيك الاجتماع التالي اللي داره لقجع مع رؤساء اتحادات، يعني في إسبانيا مع تاع البرتغال ورئيس اتحادية تاع إسبانيا لكرة القدم، يعني وين نفرض باش يدي عدد المباريات، يعني افتتاح أو الكارديو فينال والديمي فينال، مباراة ترتيبية، يعني بزاف صوالح. ما غاديش يكون كبش فداء، ما غاديش يمد وذنيه، ما غاديش يمد وذنيه، خاطش عنده قوة هو فانيك، وفيك عنده قوة تاع أصوات. أنا هاش كلهم معايا، يخلعهم. أنت شنو عندك؟ وريني أنت شنو عندك، وريني أنت شنو عندك، وأنا شنو عندي. أنا هاش ندي، يعني الناس من ضروري يتخطط تعهدات، شعمل مباراة نتقاسمو. هادو الناس كيما كيتخمم لها خويا، اجي غادي تروح تمد وذنها وهي تعطونا مباراة دور الأول ومليها تنساو. لا، نقعد الاسم ينذكر حتى التالية، قاعد ننظم مباراة ترتيبية دومي فينال، ندي وحدة دومي فينال وندي مباراة ترتيبية. هذه اخر اخبار يدور، هذه اخر اخبار. الناس راهي مضروبه خويا، بلا نبداو في الحمله. الحمله راهي دارت لي زافريكا كاع مور الملف تاع المغرب، دارت كانت باغيات السعوديه تترشح ما جبدت دروك العرب كاع مع المغرب. بالتالي كاع نعطيها لكم، خاطش علاه باش ديروها مليح في لسانكم. لقجع راه نائب رئيس الجامعة العربية لكرة القدم، باش يكون على بالكم. يعني كاين 24 اتحادية، 24 اتحادية، وقيل 24 اتحادية عربية، وزيد لها 54، وزيد لها في آسيا مليا، وزيد لها في الأمريكا لاتين وكلش. هي الأقل غادي يجيب لهم 100 بنت، وزيد أوروبا مليا، هما يدبروا فيها الانجليزي اسبانيول ولي بورتغال، يزيدوا ينظموا بينا، يزيدوا يجيبوا بينا، تما راهم رابحين. هذه هي، يجيبوا غير 51% ولا 52% راهم رابحين. هذه هي. وين كشف تقرير انجليزي عن الملاعب المغربيه المرشحه لاستضافه كاس العالم 2030 في ملف مشترك بين المغرب إسبانيا والبرتغال. وحسب التقارير نشره موقع ستاديوم دي بي العالمي، فإن سبع مدن مغربية ستحتضن المونديال 2030، ويتعلق الأمر بدار البيضاء، فاس، الرباط، وجدة، طنجة، مراكش وأكادير. يعني ويكونوا الملاعب غادي يديروا فيها ترميمات وفيها. هذا وأضاف المصدر ذاته أن المغرب مرشح لاحتضان هذه التظاهرة العالمية بسبع ملاعب، وهي
ملعب أكادير كبير، ملعب الكبير لمراكش، ملعب الكبير لبيدار البيضاء، ملعب الأمير مولاي عبد الله بن رباط، ملعب فاس، ملعب طنجة الكبير وملعب وجدة. وأكد نفس الموقع أن إسبانيا ستقدم 8 ملاعب تتواجد في 6 مدن، وهي برشلونة بملعبين، مدريد بملعبين، فالنسيا وإشبيلية وبيلباو. وبخصوص البرتغال، وفق لنفس المصدر فإنها ستشارك ب3 ملاعب ومدينتين، وهي لشبونة بملعبين وبورتو بملعب واحد. وأشار التقارير ذاتها إلى أن الملف المغربي وعد ببناء ملعبين جديدين، ويتعلق الأمر بملعب دار البيضاء الذي تصل سعته ل 93,000 ووجدة ب 55,000 متفرج. الناس وين راهي رايحة خويا؟ عرفتوا الناس وين راهي رايحة؟ هذه هي الناس فما كاين رايحة، سيجري عليها خويا. نقولوا بلي يا ودي اليوم وين الناس قلعت، الناس قلعت، الناس نسات 2025 صحيح، الناس راهي قلعت 2025 من الرئيس عالم. واو عرفت كي نقول لكم كيما قولي جوج زعفو يودي، ما تزعف ما والو، ما تزعف ما والو، تقبل الحقيقة، الحقيقة المرة. ما نقولها لك خويا، زبيت المسكينة راح، الله يجعل يجيب واحد زويز بوحد اخر، هذه هي قاعد علي يجي زويز بوحد اخر. عاد مي كنا نقول لكم يا ودي يا جماعه هاي هربت لنا في لافريك، قال لك لا انتوما الحمد لله. قال لك انا بغيت معزوزي كي راه يجي كيما كيلعب يدافع على لونترينر يدافع منا معزوزي. قلنا الكواليس اللي كنت قلنا لا ما خاصناش كواليس، تعقل دير بيدك كيما ما خاصناش كواليس. راك عاقل عليا مش عاقل؟ راك عاقل عليا؟ فماك هذاك، هذاك شتاول هذاك، هذاك يعني التحطيم بطريقة مدروسة، يعني خويتو قاع واش كاين، قلعتو قاع السجون، الغابات قاع قلعتوهم، تشوف كيما كان والو. أنا بغي كيما كتهدر لنا، كيش أنا تجي تهدر لي تقول لي مدرب ومنا، أبدا مدرب، مدرب خسرنا خبر واحد نسكوب ديموند ورا قاع. جيت هذا اللي تقول لي مؤامرة المدرب، كلو كان مؤامرة كورك وطردوه، مشي ضربك تجي تقول لي مؤامرة، تعيش مؤامرة، قاعد يتذكر، قاعد يتزحكوا على الغاشي، قاعد يتزحكوا على الغاشي، هذي من جا من يجي من جابه يهدر، من جا هذاك المكلف بالإعلام جابه يهدر، البارح هدر في حساب القناة ما كيسموها، جا هدر، يهدر على حاجة هدرها تاع الصحفيين وسمع هدرة وقالوا له. هذي هذي على تجي تقولها لنا محسوب على شكون اللي يزيرك قال لك روح هدرها، هذي باش تقلب الهدرة، تقلبوا الهدرة تروحوا يعني وتخلي 2025 وتخلي تما كيما مكتومة. البارح البارح المكلف بالإعلام البارح رئيس الاتحاد يقول لهم طي النفس النسيان، طي النسيان. قال انتوما اللي وصلتوا كيما بصحتكم، دبروا دبروا على العطار وين يروح، دبروا تشيلسي ولا مانشستر ولا اتلتيكو مدريد ولا دبروا على العطار، دبروا عليه تو يلعب كوب دافريك الجايه. في زار هذاك، في زار هذاك تاع الالماني يطير، هيا في طوم يعيطوا له، قال لك لا المدرب راه سحبان منه كيف قال مغامره، هاو كيسميها حرب، ها مغامرة، مغامرة، غادي غابر يلعب وصحيح، هاي كي تبغو تحضرو انتوما، على ذلك نعاودو اليوم نولو نتكلمو على الرجال اللي راهي تخدم لبلادها، كان يقولك القجع يديرنا، يا ودي القجع يخدم بلادها، القجع يخدم بلاده، القجع يخدم في بلاده، لازم تساهموها هذي، القجع ما جاش باش يخدمك انت، القجع جا ربح باش يقدم لبلاده. تلقى دعم كبير من بلاده،
تاع ما جاش يخدمك انت، ما غاديش يخدمك انت، ودبر على روحك نتايا، انت فاشل دبر على روحك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.